الو تو الموند، مرحبا بكم في صوص كويزين. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم، تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم جيت بوغ اون نوفيل ريسيت ديال لو كوكي جيون بلا نوتيلا. دونك فوالا لا ريسيت اي تري تري فاسيل، جيسبر تعجبكم. جو فو ليس افيك لا فيديو. افون تو ديروا لايك وسبسكرايب، بارطاجيو ما فيديو. Alors, pour les ingrédients, il y a le cookie géant. On a zbda, 200 g. On a juge sfal l'bête. On a 150 g de pépites de chocolat. On a 130 g de sucre roux. Et 300 g ou 300 g de tahin. Ou on a Nutella, qui va dire au sein du cookie. On a une petite malqasse de khmara. Ou on a l'arôme de vanille. دونك غادي نبداو لا روسيت. تو دابور غادي ندير الزبده مع السكر مع السكر وغنكملو لي زوتر انغريديون. دونك الزبده خاصها تكون على حراره المطبخ، ما تكونش خارجه من الثلاجه باش كتكون شويه رطيبه، ما تكونش قاسحه. وغادي نخلطوها مع انا غادي ندير ايديا. فوالا من بعد ما ولات اون بات مجموعه غادي نزيد صفار البيض. دابا غنزيد الدقيق، بيان سور ديما تغربلو الدقيق. فوالا on va tout mélanger d'abord. Donc on va mettre une petite cuillère de غنزيد شويه من السما ديال لافاني. اي ان فان دو كونت غادي نزيد لي بيبيت دو شوكولا. Donc voilà, la pâte elle est prête. Brit ngoulikom que vous pouvez mettre مثلا الا بغيتو مثلا la pâte تكون noire ديروه الكاكاو معاها ou les pépites de chocolat يكونوا en chocolat blanc. اولا vous pouvez mettre مثلا des petits cookies بحال هكذا ديرهم هكا دايرين. و par la suite bien sûr les cookies كنعرفوا انهم في الفران كي هبطوا بوحدهم. دونك تقدروا ديروا دي بيتي كوكيز او لا ديروا لو شوكولا نوار او ليو دو لي كوكيز يجيو بيضين، تقدروا ديروهم كحلين الا كان كيعجبكم بيان سور لو شوكولا نوار. فوالا دونك كاين بزاف ديال لي بوسيبيليتي. سينون بوغ انا غادي ندير شوكولا غندير لا نوتيلا باردون لداخل. نتوما تقدروا ديروا لوتوس او لا ديروا لو بور دو كاكاويت
عندكم الاختيار انكم ديروا لداخل اللي بغيتو. كاين مثلا هذوك اللي ولاو دابا لي بات بزاف، سورتو لي بور ديال سنيكرز، لي بور ديال تويكس، دونك ولاو بزاف ديال لي شوكولا، لي بور دو شوكولا اللي ولاو. دونك فوالا، فو بوفي ميتر سكو فو فولي، سا ديبون دو غو. دونك انا جي بريفيري ميتر لا نوتيلا اي ندير لي كوكيز بيضين. دونك غادي ندوز نحاول ندوب لا نوتيلا شويه اكثر، باسكو كتكون قاصحه شويه كيف كتعرفوا، باش تقدر باش نقدر نايطاليها وسط لو كوكيز. دونك فوالا، غادي ندير درت نوتيلا هنايا باش نسخنها شي شويه باش ترطب ما تبقاش جامده. غادي منديش ندير نابيله وزدت عليها معلقه صغيره ديال الزبده. هكا مزيان. دونك من بعد ما وجدت لاباط ديال الكوكيز اي لو لا نوتيلا، لو شوكولا ديال لا نوتيلا، خديت لهاد لو مول وغادي ندهن فيه شويه ديال الزبده. غادي ناخذ نص ديال لا كونتيتي ديال الكوكيز عندي هنايا، غادي نطاليو بشويه بشويه. دونك دابا غادي نطاليو لا نوتيلا. نديرو اون بون كوش دو نوتيلا. دونك غادي نخليها شويه في الثلاجه تشد فراسها، كوم سا ملي غادي ندير لاكوش الفوقانيه ما يتخلطش ليا لو شوكولا. دونك غنخلي غير شي شويه لو طون لي تشد فراسها ونعاود نرجع. دونك فوالا لي زامي، من بعد ما خرجتو من الثلاجه كيف كتشوفوا ها هو قصح. دونك دابا غادي ندير لاباط اللي بقات ليا من الفوق. دونك فوالا هو الي بري، غادي ندخلو الفران يطيب واحد 20 مينوت ماكسيموم كنظن. المهم اذا كان غيطيب في شي وقت اكثر او اقل راه غادي نقولها باغ لا سويت. دونك دابا ندخلو الفران ومن بعد نرجع. فوالا لي زامي، دونك لو كوكي ديالنا طاب. انا خليت واحد 30 مينوت في 180 دوغري. دونك انا نحلو من هنا. دونك فوالا غادي نخليه يبرد على خاطرو ومن بعد غادي نقطعو ان تي مورسو كومسا نشوفو كيفاش جا من الداخل.